بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا موضوعنا فيما يخص فيزياء المنهاج الكويتي، سأتحدث الآن عن الوحدة الجديدة، حالات المادة. طبعا أنا عندي هنا المادة تنقسم إلى 3 حالات فعليا عندي، هي الحالة الصلبة، الحالة السائلة، الحالة الغازية، يضاف لها الحالة الرابعة ألا وهي الحالة البلازمية أو حالة البلازما. سندرس هنا الحالات، عندي هنا الحالات الأربعة. هنا نتقيد هنا مباشرة، لاحظ هنا أنا سأتحدث مباشرة عن الحالة الصلبة، solid state. ماذا يحدث في الحالة الصلبة؟ لاحظ الحالة الصلبة هنا بداية نؤكد على أنه دائما حتى ولو كانت المادة متماسكة يوجد في المادة اهتزازات، قد لا تظهر هذه الاهتزازات بالعين المجردة، لكن هناك دائما انتقال للطاقة. بداية لاحظ الحالة الصلبة هنا، أنا أؤكد على أن الحالة الصلبة هنا بهذا الشكل، الذرات متماسكة إلى بعضها بعضا، متماسكة تأخذ هذا الشكل تقريبا. طبعا هنا أيضا أؤكد على أن غالبا في الحالة الصلبة يكون أنا عندي هنا 14 كلوين تقريبا، كلما بردت كلما استقرت هنا، لاحظ الذرات المادة استقرت أكثر، يعني غالبا الحالة الصلبة ترتبط إلى البرودة، لكن لو تركت أنت في حالة طبيعية فإنها ستبدأ في اكتساب، لاحظ هنا اكتساب قليل جدا، هنا كان عندي أنا 0 كلفن، إذا كان 0 كلفن إذا لا يوجد اهتزازات في هذه الحالة، لو أعطيت قليل من الحرارة تبدأ لكن تبقى متماسكة بشكل حالة صلبة. إذا هذا عندي أنا في الحالة الصلبة. تتحول المادة عن الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند تعريضها للحرارة، يعني أنا وضعت بهذا الشكل، لاحظ هنا كم أصبحت 28. نعود إلى هذا الكلام، عندما كانت الصلبة 14 نعطيها القليل من الحرارة، لاحظ عندما أصبحت عند 27 أصبحت حالتها هي الحالة السائلة. الحالة السائلة تبقى المادة طبعا هنا متماسكة بشكل دون الشكل الصلب، يأخذ شكل الوعاء الموجود فيه في المادة الصلبة. طبعا بالمناسبة نؤكد لا تأخذ المادة الصلبة شكل الوعاء أو الإناء الموضوع فيه، في المادة السائلة تأخذ شكل، هنا عندي البوند أو عندي هنا الروابط، تتكسر بشكل جزئي قليل جدا، فتحول المادة عن الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. لماذا؟ لاكتسابها حرارة. لو سألنا التعليل، الحرارة هنا تعني الطاقة، الطاقة تعمل على زيادة الاهتزازات بين الذرات بهذه الحالة، فتكسر هذه الذرات الروابط التساهمية فتتحول المادة من الصلبة أو عن الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. هذا أيضا أنا عندي هنا الحالة السائلة. ذهبنا للحالة الغازية، تحطمت، لا تتكسر الذرات أو الروابط التساهمية بشكل جزئي، تكسر بالكامل فتصبح هنا الذرة كما هو. والله هذا عندي حرة في الارتطام، وكلما زادت الحرارة كلما اكتسبت هذه الذرات كميات طاقة حركية أكثر، فأصبح تسارعها، أصبح سرعتها أكبر وطاقتها أكبر. لاحظ بهذه الحالة، لاحظ. إذا هذه عندي أنا الحالات الثلاثة للمادة. إذا غالبا عندنا في الحالة الأولى نقول حالة الصلبة تأخذ شكل بلوري، حالة الصلبة تأخذ شكل بلوري تقريبا متناسق، تكون الذرات فيه متماسكة إلى بعضها بعضا. هنا عندي الماء، طبعا الماء إذا تجمد الماء فهو يأخذ الحالة الصلبة كالصلبة كما نعلم. لاحظ ويصبح شكل بلوري متناسق في هذه الصورة. إذا في الحالة الصلبة الذرات متماسكة إلى بعضها،
متماسكة لبعضها، من الصعب جدا أو من الصعب أن تغير حالتها. لو ألقيت أنت على حالة صلب أخرى خشب، ألقيت داخله حجر، فإن الحجر لن يؤثر في شكل الوعاء المصنوع من الحالة الصلبة. ولكن لو ألقيت الحجر في وعاء يوجد فيه ماء بشكل سائل، فإن هذا شكل الماء سيتغير، سينتشر. أيضا الغاز يأخذ شكل الوعاء الموضوع في داخله، لكنه إذا نتحدث هنا عن الحالة الصلبة. تحدثنا عن الحالة السائلة، تتكسر الروابط التسامية بشكل جزئي في الحالة السائلة، فيصبح المادة حرة بالانتقال، لكن ليست مثل الحالة الغازية، دون الحالة الغازية. طبعا لنقرب الفكرة أكثر، نأخذ هنا عندي هذا هنا هنا عندي منحنى الطوري. الطوري يعني التغير بين حالات المادة. طبعا من المهم جدا أنا عندي أن أتحدث عن حالة الضغط في الحالة الغازية. الحالة الغازية في الضغط ترفع من الحرارة في حالة الغازات، وهذا ما يفسر كثير، يفسر ظاهرة موجودة في حياتنا العملية. عند دخولنا إلى غرفة مغلقة الشبابيك في الصيف، تشعر بالحرارة رغم أنك منعت الحرارة من الانتقال من المكان الحار إلى المكان البارد. في مثلا أنت لم تفتح الشباك لتدخل الحرارة من الشباك إلى الغرفة، لكن في هذه الصورة أنت زدت من الضغط يرفع الحرارة. لاحظ هنا عندي 14 كلفن، لو أنا هنا زدت الضغط، لاحظ الضغط يرفع الحرارة. هنا المهم أن نعرف هذه الضغط يرفع الحرارة، هنا atmospheric pressure يعني ضغط جوي. طيب أنا هنا أعيدها بهذه الصورة، أضعها هنا. هنا عندي الحالة، ما هي الحالة عندي هنا؟ أو ما الحالة، لا أقول ما هي الحالة، طبعا لأن هي الضمير يعود إلى شيء مذكور قبله، فنقول ما الحالة ليس ما هي الحالة، أعتذر عن هذا الخطأ. إذا ما الحالة هنا؟ الحالة هنا حالة صلبة كما هو واضح. الذرات تأخذ شكل بلوري متماسكة إلى بعضها بعضا. لاحظ كلما بردت أكثر غالبا الحالة الصلبة ترتبط ببرودة الحرارة. وهذا إذا بدأنا من الصفر، دعونا الآن نرفع من درجة الحرارة. ستكتسب الذرات طاقة تساهم في حركتها، هذه الطاقة تكسر من الروابط التساهمية بين الذرات، تتحرك، أصبحت الآن تجاوزت الحالة السائلة كما هو واضح. انظر الرسم هنا، انظر مرة أخرى، انظر ها هو الآن، هنا برودة بهذه الصورة. انظر إلى العلاقة مع الضغط أيضا، هذا هو عندنا الإحداث هي الضغط. انظر إلى هنا وانظر ما الذي يحدث في هذه الحالة. إذا رفعنا الحرارة، إذا تحولت الآن إلى الحالة السائلة، أصبحت حالة سائلة، هاي الآن أصبحت في الحالة الغازية. لاحظ رفعنا الحرارة، الحرارة الآن عندي 70 كلفن، 75، 77، 78، 80 كلفن. لو أنا أضفت، انظر يعني أنا لو أنا أضفت ضغطا جويا أيضا، لاحظ أنا أضفت ضغط، انظر ماذا تعمل الغاز. الغاز تمتلك الذرات طاقة، ترتطم في الجدار. هذه الذرات عندما ترتطم في الجدار فإنها تعمل على تحريكه، سينتج عن هذا الضغط إزالة الإناء. لاحظ بالحرارة وبالضغط الجوي سيزال هذا الإناء. لاحظ ها هو ضاغط إلى الأسفل كما هو ضاغط بإصبعه إلى الأسفل، ستزول هذه القوة، وستزول قوة يعني قوة الضغط هذه لن تعمل في هذه الحالة ولم توقفه. انظر لاحظ الآن كيف أنه يزول هذا الغطاء، زال. لماذا؟ الحالة الغازية أكبر الحالات التي تملك طاقة، التي تصبح الذرة فيها تملك للطاقة، فعليها تدفع الإناء. وهذا ما يفسر لماذا
عندما يأتي عندما يسلط على يدك بخار الماء تشعر بالاحتراق أكثر من عندما تصل على يدك الماء الساخن. يفسر هذا بأن الحالة الغازية تمتلك طاقة حركية كبيرة جدا، تنتقل هذه الطاقة إلى يدك، وما يفسر حدوث الحروق في هذه الصورة. مرة هنا على العجالة في حالة الماء H2O، لاحظ أضفنا ضغطا جويا، لاحظ أضفنا ضغطا جويا، الضغط يسهم في ارتفاع درجة الحرارة، لاحظ حتى بدون ما نعطي طاقة حرارية بهذه الحالة، فيصبح أنا عندي الضغط الجوي، لاحظ يعطي، لكن عملية تطول، عملية إزالة الإناء في هذه الحالة تمنع الضغط لوحده ستطول إذا ما قورنت في عملية تسليط الحرارة. هذه أيضا من الأفكار المهمة في هذا الدرس. إذا في هذا الفيديو أحبتي تعرفنا على حالات المادة الثلاث، تعرفنا على حالة الصلبة، تعرفنا على الحالة السائلة، تعرفنا إلى الحالة الغازية. فيهما تحدثنا كيف أنه ينتقل، تحدثنا عن خاصية كل منها، تحدثنا بأن الصلب يتحول إلى سائل إذا اكتسب حرارة، السائل إذا خسر حرارة أو وضع عليه بارد يتحول إلى صلب. تحدثنا أن السائل يتحول إلى بخار إذا اكتسب حرارة، وأن البخار يتحول إلى سائل إذا خسر الحرارة بطريقة عكسية، موضوع التكثيف condensations. أرجو أن الفيديو قد أفادكم. لا تبخل بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. مرة أخرى أشكركم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.